بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب الشفاعة. ما سبب كان الباب كتاب التوحيد؟ أن الشفاعة حصل فيها سوء فهم من المشركين، وذلك أنهم يعبدون من دون الله الأشجار والأحجار والأصنام والأموات، الأولياء والصالحين والملائكة، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم اتخذوا الشفاعة حجة لهم في عبادة غير الله عز وجل، لأنهم يقولون نحن لا نعتقد في هؤلاء أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون مع الله، ولكن نريد شفاعتهم، يعني وساطتهم عند الله، والدخول عند الله. ما نريد منهم إلا أنهم يتوسطون لنا عند الله في قضاء حوائجنا. لا شك ان الشفاعة حق والمحتاج، ولكن ليست على الوجه الذي ظنه المشركون. الشفاعة في القرآن غير الشفاعة التي يتعلق بها المشركون قديما وحديثا. الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب ليبين بطلان أن الشفاعة وإن كانت حقا لكنها ليست على الوجه الذي ظنه المشركون. الشفاعة جاء القرآن ببيانها، وجاءت السنة ببيانها، وهي تخالف ما عليه المشركون. فالشيخ رحمه الله أراد هذا الباب أن يبين بطلان شبهتهم التي ظل بها كثير من الخلق قديما وحديثا، ولا تزال موضع اتباع. والشفاعة معناها العام، معناها باللغة الوساطة في قضاء الحاجة عند من هي عنده، قضاء الحاجة عند من هي مطلوبة منه. سمي الشفاعة من الشفع وهو الوجه، لأن طالب الحاجة وجه منكر، فإذا انضم إليه الواسطة صار شفعا. فلذلك سميت بالشفاعة. المشركون كما قال الله يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا قيل لهم هذا الشيء قالوا لا، هذا إنما وطلب الشفاعة، ونحن لا نشرك بالله، ولا يزالون على هذا القول إلى الآن، وإلى ما إن شاء الله يفسرون الشرك بغير تفسيره. نعم. باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم. وأنذر به أنذر القرآن،
والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. أنزل في القرآن الذين يخافون. الخوف هو توقع شيء مكروه، خلاف البشارة فإنها توقع شيء محبوب، والإنذار أيضا هو الإخبار عن شيء مكروه، ينذره يعني يخوفه ويحذره. الذين يخافون أن يحشروا، أن يجمعوا يوم القيامة في المحشر، والحشر هو الجمع، لأن الله يجمع الأولين والآخرين بمجازاتهم على أعمالهم، أن يحشروا إلى ربهم. الله هو رب الجميع سبحانه، رب المؤمنين والمشركين والكفار والملاحدة، كلهم الله ربه وهم عبيده، ويحشرون إليه سبحانه بمجازاتهم على أعماله، ولا أحد يغاب، لا أحد يغاب عن هذا المحشر أو يتخلف أو ينسى أبدا، كلهم يجتمعون بأمر الله سبحانه وتعالى، لا مقر من هذا البحث، ولا أحد يظن أنه يتخلف أو يغاب أو يختفي أبدا، جميع الخلق من أولهم إلى آخره، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أن يحشروا إلى ربهم، فإذا علموا أنهم سيحشرون إلى ربهم فإنهم يستعدون لهذا الحشر وهذا اليوم، يستعدون له بالأعمال الصالحة التي تقيهم من أخطائهم، ولا ينفع في هذا اليوم للتوحيد الخالص. وأما المشركون والكفار فإنهم في هذا اليوم واقعون في العذاب، والخطر لأنهم لم يقدموا لهذا اليوم ما يقيهم من هذه الأخطار والأهوال. فالمؤمن إذا تذكر الحشر، تذكر القيامة، تعد له، وليس الاستعداد إلا الإنسان يعمل ما يشاء ويقول هذا عمل صالح، يعمل ما يشاء أو يقلد الناس ويعمل ما يعملون ويقول هذا عمل صالح ينفع يوم القيامة، لا، ما ينفع في هذا اليوم إلا الإخلاص، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينفع في هذا اليوم. أما ما عدا هذا فمهما أتعب الإنسان نفسه فإنه لا ينفع، يقول هباء منثورا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، فإذا جاءه لم يصب لم يجده شيئا، لا ينفع في هذا اليوم إلا الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الإخلاص يعني ترك الشرك، والمتابعة يعني ترك البدع والمحدثات التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، أن يحشروا إلى ربهم. ليس لهم من دونه أي غيره ولي يتولاه ويجد الأمر ويمكنهم من هذا الموقف، ما فيه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم يسر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كل من يمنه يوم يلي شأن يغنيه. فلا ولي في هذا اليوم إلا الله سبحانه، والله لا ينفع عنده إلا الإخلاص والعمل الصالح. كل يتبرأ من الآخر، حتى
الأم تتبرع من ولدها والأب يتبرع من ولده والولد يتبرع من أبيه وأمه والأخ يتبرع من أخيه هذا أحد لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تملك نفس لنفس شيئا ليس له من دونه ولي ولا شريك فلا احد يتولى امرهم ولا احد يشفع عند الذي يتولى امرهم هو الله سبحانه وتعالى احد يتوقف لهم ما دام انهم على الكفر وعلى الشرك فلا احد يشفع لهم عند الله كفار ما لهم شفاعه المشركون ما لهم شفاعه وهم يظنون في هذه الدنيا ان هذه الاصنام وهذه الأشجار والأحجار وهذه القبور والأضرحة تشفع لهم عند الله لا هذا ما هو صحيح فإذا هذه الشفاعة التي جاء القرآن بها ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع فما تنفعهم شفاعة الشافعين الكافر والمشرك ما بالشفاعة ولا أحد يشفع فهؤلاء أتوا الأمر من غير سابق أتوا الأمر من غير سابق أذا أرادوا النجاة ولم يسلكوا مكانك فرد النجاة ولم تسلك مكانك إن السبيلة لا تجري على اليد فهم سلكوا مسلكا لا يجيب ولا ينجيب ليس لهم من دونه ولي هذا نفي قاطع ولا شفيع لعلهم يتقون رجاء انهم يتقون الله سبحانه وتعالى فيستعدون لهذا اليوم ويتركون هذه الاعمال الشركيه والكفريه ما داموا في زمن الامكان نعم. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا هل اتخذوا من دون الله شفعاء أي غير الله ما طلبوا الشفاعة من الله طلبوها من غيره وهذا إنكار وهذا إنكار أن اتخذوا من دونه من دون الله شفعاء قل أولا كانوا لا يملكون شيئا الذي لا يملك شيء لا يملك الشفاعة تطلب منه ولا يملكها تأخذ الشيء لا يحصل أولا كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون شيئا بل هم أحجار جامدة وأشجار وقبور عامدة فكيف يطلب منها الشفاعة أولو كانوا لا يملكون شيئا لا الشفاعة ولا غير الشفاعة يوم القيامة الملك لله جل وعلا ما أحد ملك من الملك اليوم لله الواحد القهار ما أحد يملك شيء يوم القيامة ولو كانوا لا يملكون شيئا من الأشياء ولو خطيرا ما يملكون مثقال كما في الآية لا يملكون مثقال ذرة السماوات ولا الأرض الملك لله سبحانه وتعالى الشفاعة غير الشفاعة ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا الشفاعة لله إذا كانت لله فهي فضلة من الله بالأعمال الصالحة والإخلاص لله عز وجل تسبب بسبب نافع حتى تنال الشفاعة من الله سبحانه وتعالى حتى يأذن الله لمن يشفع فيه الشفاعة ملك لله ولا تحصل إلا لمن أذن له الشفاعة ومن رضي عنه بالتوحيد هذا هو الباب الصحيح الذي تطلب منه الشفاعة بإخلاص لله والسؤال
الله سبحانه وتعالى ولا تطلب الشفاعة من غير الله، لا من الأموات ولا من الأشجار ولا من الأشجار. هؤلاء ضيعوا أعمالهم وضيعوا أعمارهم فيما لا جدوى فيه، وعملهم لا يغنيه شيئا يوم القيامة بذهابه إلى القبور وإلى الأضرحة وإلى الأشجار والأحجار وإلى الآثار الذي يتمسحون بها ويتبركون. هذا كله عمل فاسد تعب بلا فائدة، بل هو ضار. لماذا لا يدعون الله ويخلصون العمل لله ويتقربون إلى الله إذا كانوا يريدون النجاة ويريدون الشفاعة ويريدون الخير؟ فيأتون الأمور من أبوابها. أما أنهم يضيعون الأمور ويطلبون الأشياء من غير من هي ملك لهم ومن غير من يقدر عليها، هذا هو الضياع. قل لله الشفاعة جميعا، ما على حد شيء، له ملك السماوات والأرض. هذا تعليم بعد التحقيق، له الشفاعة وله ملك السماوات والأرض، أعلم من الشفاعة. وليس لأحد شيء في السماوات ولا في الأرض، كله لله سبحانه. ثم إليه ترجعون ويجازيكم بأعمالكم. نعم. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه سورة من آية الكرسي، الآية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله. من ذا الذي، من هذا إنكار، استفهام إنكار، أي لا، معنى لا أحد يشفع عنده، أي الله جل وعلا، إلا بإذنه. هم مثل ملوك الدنيا ورؤساء الناس في الدنيا يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنوا، لا، الله جل وعلا ما أحد يتجرأ أنه يشفع عنده إلا إذا أذن الله له. وما دامت كذلك فلا تطلب من غير الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا في سورة النجم. وكم من ملك، كم هذه خبرية، لأن كم على قسمه استفهامية، كم عندك من الملائكة الاستفهامية، أم ملائكة السماوات مملوءة بالملائكة، هم سكان السماوات مملوءة بالملائكة وهم قريبون من الله سبحانه وتعالى، وأيضا هم أصلح الخلق لأنهم يعبدون الله لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما أحد يعبد الله عباده أرجو وأيضا تكون كرمات أكن بعد إلا من بعد أن يأذن الله من يشاء. هذه فيها إثبات الشفاعة بشرطين، والشرطان مفقودان عند المشركين. إذا ما لهم نصيب في الشفاعة؟ هل يتعبون بهم طلبا، لكن طلبوها من غير الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لا، هذه الآية التي قطعت عروق السبيل، لأن الله ذكر أن الذين يدعون من دون الله لا يملكون شيئا من السماوات ولا في الأرض، والذي لا يملك لا يعصي، لم يعصوه لا يملك شيئا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، حتى ولا قليل ولا مثقال ذرة، نعم لا يملك شيئا، كان لا يملك شيئا كيف تدعو؟ أن تأتي إلى فقير ما معه شيء أبدا تطلب شيء من المال، ماذا يقول لك العقلاء لو جيت واحد فقير ما معه شيء أبدا فسألت عقلي أنا جوعان أنا أريد من يعطيك ما معه شيء تطلب الشيء لا يعطيك، كذلك هؤلاء يطلبون من أناس لا يملكون شيء، هذا هو لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا الأرض، وما لهم فيهما من شرك. هذا الوجه الثاني، اذا لم يكن يملك مستقلا ربما يكون شريك للمال، واذا كان ما يملك شيء استقلالا ربما يكون شريك للمال، ايضا ليس لهم شركه في السماوات ولا في الارض، الله ليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى، اذا انتفى الوجه الثاني لا يملكون ولا يشاركون المالك. الوجه الثالث، اذا لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك ربما يكون انه معين وظهير للمالك فيطلب منه ان يتوسط، الله جل وعلا ليس له معين وليس له ظهير، وما له منه من ظهير، ما احد يعين الله جل وعلا، ما أحد يعينه، بل هو الغني عما سواه القادر على كل شيء، ما أحد يساعد أو يعاون، حتى تروح للمساعد أو المعاون تطلب منه أنه يتوسط لك عند المالك، الله ما له ظهير ولا معين سبحانه. الوجه الرابع، إذا كان غير مالك ولا شريك ولا معين ولا ظهير ربما يشفع، ربما يشفع عند الذي له الملك له القدرة، نفى الله جل وعلا هذا وقال ولا تنفع الشفاعة إلا لمن ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إذا لا تطلب الشفاعة إلا لمن الله جل وعلا، يقول اللهم شفع لي نبيا شفع لي عبادك الصالحين، تقول هذا، اما ان تقول يا فلان اشفعني هذا لا، تطلب الواحد لا يملك الشفاعه، ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، هذه الايه حصلت الشرك من جميع وجوهه الم يبق له تعلق. لا، قال أبو العباس نفى الله عما قال أبو العباس أحمد بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله يكنى أو يكنى أبو العباس وما له أولاد لأنه ما تزوج ولكن يكنى أبو العباس من باب التكريم له لأن الكنية فيها تكريم للمكتب يقولوا فلان ام فلان بعد التكريم اكنيه اذا ادعوه ليكرمه ولا القبه واستوأة اللقب فالكنيه فيها تكريم لذلك قالوا ابو العباس. نعم، ابو العباس احمد بن تيميه تكلم على هذه الآيات بكلام جيد مفيد حصر فيه معنى هذه الآيات في جمل قوية. نعم، قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. كل ما يتعلق به المشركون ما بيجي له تعلق،
هذه الآية. نعم. فنفى أن يكون لغيره ملك. الوجه الأول ما لغيره ملك. نعم. أو قطف منه أو شركة وما له فيه من الشرك. نعم. أو يكون عونا له وما له منه من ضعيف. نعم. ولم يبقى إلا الشفاعة. هذا الوجه الرابع. لم يبقى إلا الشفاعة. الشفاعة أيضا ما أحد يملكها إلا الله جل وعلا. نعم. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون ويدعون الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة من أجلها باطلة منتفية وهم يتعظون بغير آية ومن غير قائل. لو أنهم يعقلون يتفكرون يتدبرون القرآن ويتركون التعصب. المشكلة التعصب والعوار هذا المشكل. تقليد الآباء والأجداد من غير دليل ومن غير قرآن هذا اللي يحلك الناس. نعم. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. هل يتعلقون بالمعبودات من دون الله هذه منفية يوم القيامة ما لها أي مجال من النفع ولا فائدة كبيرة. هل ينتبه هؤلاء قبل أن يفوت الأوان يرجعوا إلى الصواب. نعم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق ما يدفع إلا بعد الاستئذان. هو أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى وأحبه من الله. ما يدعو أنه يدفع عند الله إلا بعد الاستئذان والسجود بين يدي الرب سبحانه وتعالى. وهؤلاء يذهبون إلى ما أبوا دفعوا ومستعلمة. نعم. أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو المقام المحمود حتى يبان ربك المقام محمود. وذلك أن الخلائق إذا اجتمعوا في محشر وطال عليهم القيام والوقوف في المحشر تقدموا إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يدفعوا لهم عند ربهم فيعتذرون كلهم ولم يبقى إلا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. ثم يقر يأتي تحت العرش ويفر ساجدا بين يدي ربه سبحانه وتعالى ولا يرفع رأسه حتى يؤذن له ويقال له ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. فعند ذلك يرفع راسه عليه الصلاه والسلام ويدعو الله انه يخلص الخلائق من المحشر ويحاسبهم فيستجيب الله دعاءه وياتي سبحانه بفصل القضاء بين عباده وجعل ربك والملك صفا صفا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأرض. قضي إذا جاء الله جل وعلا فصل بين عباده وحكم بينهم فأهل النار يذهبون إلى النار وأهل الجنة يذهبون إلى الجنة وينتهي المحكم بسبب شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك سمي المقام المحمود الذي يحمده عليه الاولون والاخرون عليه الصلاه والسلام. نعم. وقال له ابو هريره من اسعد الناس بشفاعتك. الرسول يشفع عليه الصلاه والسلام لكن ما يشفع ابتداء. ساله ابو هريره من اسعد الناس بشفاعتك. قال من قال لا إله إلا الله خالقا من قلبه. فلا ينال هذه الشفاعة إلا المخلص الموحد. إذا المشرك ما له فيها علاقة ولا نقيس له. من قال لا إله إلا الله خالقا من قلبه موحد لله عز وجل قالها بلسانه معتقدا
لها مقلف عاملا بمقتضاه ظاهرا وباطنا. هذا الذي ينال شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أهل التوحيد. وهذا يطابق قوله تعالى إلا لمن ارتضى، لأن أهل التوحيد هم الذين يرتضي الله جل وعلا أعمالنا. أما الشرك فإن الله لا يرضى، الكفر لا يرضاه الله. نعم. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يا مستر، هذا مثل قوله تعالى إلا لمن ارتضى، الله لا يرضى إلا الإخلاص والعمل الصالح. نعم. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، لأهل الإخلاص خاصة دون أهل الشرك، وأيضا بإذن الله. شوف شرطين، أهل الإخلاص هذا شرط، والشرط الثاني بإذن الله. نعم. ولا تكون لمن أشرك بالله. هذا معروف، هذا ينافي الإخلاص. وحقيقته أن الله حقيقة الشفاعة ماهي؟ يعني اشرح لنا الشفاعة. الشفاعة أنك تروح القبر ولا الولي ولا الضريح ولا الشجر أو حاجة تطلب منه، لا. حقيقة الشفاعة وتفسيرها أن الله جل وعلا يأذن لمن يريد إكرامه، يأذن لمن يريد إكرامه أن يشفع لمن شاء من خلقه، ففيها إكرام للشافع وفيها نفع للمشفوع فيه. نعم. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص. نعم. فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له. بواسطة دعاء لا خير، ما هو بواسطة جاه أحد ولا حق أحد، لا، بواسطة دعاء الحق. أن الشافع يدعو الله، الشفاعة دعاء، ولذلك اللي يصلون على الجنازه يدفعون لها، بمعنى انهم يدعون لها الصلاه على الجنازه الشفاعه، يعني يدعون لها بالمغفره والرحمه. الشفاعه هي الدعاء، دعاء لله سبحانه. ولذلك الشفاعه العظمى ما تكون الا بعد الدعاء، بعد ان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ويتضرع اليه. نعم. فيغفر لهم بواسطه دعاء من اذن له ان يشفع. نعم، إذا أذن للشافع أن يشفع، الشافع يدعو الله، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، اللهم أنقذه من النار، أحرده من النار، يدعو الله. هذا معنى. نعم. ليكرمه وينال المقام المحمود. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. نعم، ما فيها إخلاص، المخالفة للإخلاص. نعم. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، في مواضع من القرآن، وكلها مقيدة بشرط الإذن والرضا. نعم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. نعم. إن الآن تبين لكم الشفاعة وحقيقة الشفاعة، وأنها شفاعة منفية في القرآن، وهي الذي يطلبها المشركون من الأصنام والأحجار والأشجار وغير ذلك، هذه منفية لا تنفع. الشفاعة المثبتة ولا تكون إلا لأهل الإيمان وأهل التوحيد، لا للمشركين فيها نصيب. وذلك في شرطين: أن يعذر الله بالشافع أن يشفع، وأن يرضى عن المشفوع به. وما معنى يأذن الشافع أن يشفع؟ أن يدعو الله، أن يدعو الله لغيره. نعم. فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير الآيات. المسألة الأولى تفسير الآيات التي مرت في الباب، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذه فيها نفي الشفاعة، أن اتخذوا من دون الله شفعاء كلهم ولا يقعدون.
من دخل النار من اهل التوحيد ان يخرج منها، وهاتان الشفاعتان الشفاعه في من استحق دخول النار ولا يدخلها، ومن دخلها ان يخرج منها، هاتان الشفاعتان ليست خاصتين للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشاركه فيها الانبياء والصالحون والابرار الذين يموتون صغارا تعود لابائهم. هذه مشتركه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. نعم. الخامسه صفه ما يفعله صلى الله عليه وسلم انه لا يبدا بالشفاعه بل يسجد فاذا اذن له شفع. هذا رسول الله افضل الخلق، ما يبدا بالشفاعه حتى يستاذن ربه جل وعلا، حتى يستاذن ربه ويقف ساجدا بين يديه ويدعوه سبحانه ويتضرع اليه ويبقى هكذا حتى يؤذن له ويقال له ارفع راسك واشفع شفتك. اذا كان هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره انه يشفع عند الله بغير اذنه كما يقوله المشركون والقرابيون. نعم. الثالثه من اسعد الناس بها. الثالثه بيان من اسعد الناس بشفاعه الرسول وانهم اهل الاخلاق يعني اهل التوحيد، ودل على ان المشركين لا تنالهم شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وان كانوا ينتسبون الى امه الرسول، ان كانوا ينتسبون الى الاسلام وانهم من امه محمد، اذا وقعوا في الشرك الاكبر فانها لا تنالهم شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لانهم ليسوا من اهل الاخلاق وناقضوا كلمه لا اله الا الله ولو كانوا يدعون الاسلام، فلو كانوا يدعون الاسلام وانهم من امه محمد، لكن اذا كان عندهم شرك اكبر فان دعواهم باطله. نعم. السابعه انها لا تكون لمن اشرك بالله. ان الشفاعه لا تكون لمن اشرك بالله، ما من الشفاعه لانه ليس من اهل الاخلاق، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعه الشافعين، انما خط من هذا كافر واحد لتخفيف العذاب عنه فقط وهو ابو طالب. نعم. الثامنة بيان حقيقتها. بيان معنى الشفاعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، حقيقته أن الله يتفضل على من يشاء ويكرم من يشاء من أهل الإخلاص فيأذن له بالشفاعة، هذه حقيقتها، يعني هذا تفسيرها، وليس تفسيرها كما يقول المشركون يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا تفسير للشفاعة بغير معناها الصحيح، تفسير باطل. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله باب الشفاعة. الشفاعة نوعان، شفاعة منفية في القرآن وهي الشفاعة للكافر والمشرك، قال الله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ولا شفاعة، ما أحد يسمع لأحد من أهل الكفر وأهل الشرك. نعم. وقال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني الكفار والمشركين. نعم. وقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. لا تجزي يعني لا تشفع. نعم.
ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا يقبل منها شفاعة، هذا في أهل الشرك، ولا عدل يعني فدية، أي قد فدية يقول أدفع مال وأتخلص من العذاب، ما في فدية نعم كما هو في الدنيا. ولا هم ينصرون، ما أحد يدافع عنهم يوم القيامة كما في الدنيا، لا تدافع بعضهم عن بعض، الدول تدافع بعضها عن بعض والأفراد، هذا في الدنيا، أما الآخرة ما في مدافع. ونحو هذه الآيات كقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. هذا شأن المشركين قديما وحديثا، أنهم يعبدون من دون الله بأنواع العبادة، بالذبح بالنذر بالدعاء بالاستغاثة، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لا في شيء لا نفع ولا ضر، الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى. وحجتهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني ما نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون، ولكن أردنا منهم الشفاعة الوساطة، هذا باطل أبطله الله سبحانه وتعالى. نعم. يخبر تعالى أن من اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك. الله جل وعلا لا يعلم له شركاء، ولا يعلم أن أحدا يشفع عنده بغير إذنه، وما لا يعلمه الله فهو محال. لا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض، الله ما علم في السماوات والأرض من يشفع عنده بغير إذنه، وما لا يعلمه الله فهو محال. نعم، لأن الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. وما لا يعلمه لا وجود له، فنفى وقوع هذه الشفاعة وأخبر أنها شرك بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، نزه نفسه عنه وسماه شركا، وهم يقولون لا هذا ما هو شرك، هذا توسل، يقولون هذا توسل، وهذا طلب للشفاعة، الشفاعة واردة في القرآن، الله سماه شركا ولو سموه توسلا وتشفعا. نعم. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. الذين اتخذوا من دونه اولياء يعني معبودين، وقالوا ما نعبدهم، كيف اعترضوا انهم يعبدون، اعترضوا انهم يعبدون إلا ليقربونا إلى الله، ما عبدناهم لأنهم يخلقون ويرزقون، هذا لله جل وعلا، هم مقرون بتوحيدهم، ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء عند الله جل وعلا. إلى أن قال والله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، سمى هذا كفرا وسماه كذبا، وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هذا كذب وهذا كبر بالله سبحانه وتعالى. نعم. فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعا يزعم أنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه وعن رحمته ومغفرته، لأنه جعل لله شريكا يرغب إليه ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه كما يحب الله تعالى أو أعظم. نعم. أشركه مع الله في أنواع العبادة، في الحب وفي الدعاء وفي الذبح له والنذر له والاستغاثه به، اشركه مع الله جل وعلا في العباده. نعم. النوع الثاني الشفاعه التي اثبتها القران، هذه خاصه بالمؤمنين، خاصه بالمؤمنين بشرطين، ان يعدل الله فيها وان يرضى عن المشفوع به. نعم. وهي خالصه لاهل الاخلاص، وقيدها تعالى بأمرين، الأول إذنه للشافع أن يشفع كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب، فإذا رحمه تعالى
أذن للشافعي أن يشفع له. الأمر الثاني رضاه عمن أذن للشافعي أن يشفع فيه كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالإذن بالشفاعة له بعد الرضا كما في هذه الآية، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. قوله وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الإنذار هو الإعلام بأسباب المخالفة والتحذير من الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. قوله به أي بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم أهل الإخلاص الذين لم يتخذوا لهم شفيعا بل أخلصوا قصدا فدل على أن من بلغه القرآن قامت عليه القدس. هذا فيه قال أن المقام الرائد بها الآن اللي يقولون إن هذول معذورون بالجهل مع أنه بلغهم القرآن، كيف يكونون معذورون بالمعنيين بالجهل وقد بلغهم القرآن وقرأوه وحفظوه وسمعوه ليلا ونهارا؟ الله جعل قلوب القرآن كافية في إقامة الحجة. أنذر به الذين يخافون وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قلوب القرآن يكفي ودولة من الجهال إلى متى الجهال؟ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم أهل الإخلاص الذين لم يتخذوا لهم شفيعا بل أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده. ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعه ويخافون ضره. قال الفضيل ابن عياض ليس كل خلقه عاتب إنما عاتب الذين يعقلون. أما الذين لا يعقلون ويصرون على الكفر هؤلاء لا كلام معهم لأنهم معاندون مهما قلت لهم مهما قمت من الأدلة ما يلتفتون لأنهم معاندون عندما تجري عند التقوى وعند الخوف من الله عز وجل هذا هو الذي يقبل الموعظة ويقبل النصيحة. قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الزجاج موضع ليس نصب على الحال كأنه قال متخلين من ولي وشفيع. يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع هذه جملة حالية في محل نصب أي متخلين عن الشفعاء والأولياء لأنه لا ينفع عند الله يوم القيامة إلا العمل الصالح ما ينفع فلان ولا علان وإن فلان أبوك أو عمك أو خالك أو إن الشيخ لك أو إن قريب لك ما ينفع. نعم موضع ليس نصب على الحال كأنه قال متخلين من ولي ولا من ولي وشفيع والعامل فيه يخافون. الذي نصبه هو قول يخافون. نعم قوله لعلهم يتقون أي سيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. وتركوا يتركون المغالطات والمجادلات الباطلة كما يفعله القبوليون الآن والأنصار. إذا قرأت في كتبهم والذين يجادلون عنهم وجدتها معارضة للقرآن تماما معارضات كلها للقرآن والعياذ بالله. نعم وتركوا التعلق على الشفعاء وغيرهم لأنه ينافي الإخلاص. نعم. الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه. نعم. لأنه طلب وسؤال من غير الله. نعم. قوله قل لله الشفاعة جميعا هذا إبطال لتعلقهم على غير الله الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة ما لا شفاعة ما تملك الشفاعة كيف تطلب منها شيئا لا تملكه
نعم. دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه لأنها لا تقع إلا لأهل التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى. نعم. كما قال تعالى في الآية السابقة، وقال تعالى: تدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم الآية. فلا شفاعة ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. الشاهد في قوله ما من شفيع، هذا نفي للشفعة إلا من بعد إذنه إلى أجل سبحانه وتعالى، وهو لا يعدل لأهل الشرك. فلا شفاعة إلا لمن هي له سبحانه، ولا تقع إلا ممن أذن له فيها. فتدبر هذه الآيات العظيمة في اتخاذ الشفعاء. تدبرها واعرف تفسيرها وتبين لك بطلان ما عليه هؤلاء. وقوله: له ملك السماوات والأرض، يبطل التعلق على غيره سبحانه لأنه الذي انفرد بملك كل شيء، فليس لأحد في ملكه مثقال ذرة دونه سبحانه وبحمده. والإسلام هو أن تسلم قلبك ووجهك لله بالإخلاص، كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. تسلم قلبك وتوجه وجهك إلى الله، ولا تتوجه إلى القبور والأضرحة والأشجار والأحجار غيرها، تعلق قلبك بها. نعم. والآيات في بيان الإخلاص كثيرة، وهو أن لا يلتفت القلب ولا الوجه في جميع الأعمال كلها إلا لله وحده، كما قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. فأمره تعالى بإخلاص الدعاء له وحده، وأخبر أنه الدين الذي تصح معه الأعمال وتقبل. قال شيخ الإسلام: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تقدم معنى هذه الآية. قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا كان هذا في حق الملائكة الذين وصفهم تعالى بقوله: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجيه جهنم كذلك نجي الظالمين. فظهر إذا كان هذا بالملائكة وهم أكثر الخلق عبادة كيف بغيره؟ وهؤلاء يقولون إننا تعلقنا على الأولياء والصالحين لأن عندهم عبادة وعندهم خوف من الله، فالله يقبل شفاعته. الله لا يقبل شفاعة الملائكة وهم أكثر الخلق عبادة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. نعم. فظهر من هذه الآيات المحكمات ما يبين حقيقة الشفاعة المثبتة في القرآن التي هي ملك لله لا يملكها غيره، وقيد حصولها بقيدين كما في هذه الآية وغيرها كما تقدم قريبا: إذنه للشافع أن يشفع كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضاه عمن أراد رحمته ممن أذنب من الموحدين. فاختصت الشفاعة بأهل الإخلاص خاصة، وأن اتخاذ الشفعاء من دين المشركين قد أنكره الله عليهم فيما تقدم من الآيات. قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يدعو. قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة
في السماوات ولا في الأرض. نعم. الآيتين. نعم. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن اتقضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعته؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله، وفيه تحقيق لأمر الشفاعة وجمع للأدلة. والله تعالى أعلم.